بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بجميع الحضور. طبعا ودائما معانا الخمسة المسجلين اللي هم SME اللي لديهم 50 سنة خبرة. طبعا نتمنى اللي يسجل يكون عنده الطموح للعمل في مجال أوشا باينري توب أو توازن وركشوب أوشا باينري. طبعا في هذا الوركشوب أسعد بوجود الحضور، وأنا أعرف أنه كل واحد منكم يستطيع أن يدعو 5، فلو كل واحد دعا 2 صار المجموع 8. طبعا نحن 5 بس استثني نفسي. طبعا أنا أدير الحوار ولا يعني أكون يعني مدير الوركشوب. طبعا نعطي فرصة وحيكون مسجل في اليوتيوب الوركشوب، لكن يعني من يسمع التسجيل هو بعد أو ما حضر الوركشوب يعني فاتوا أنه إيش يكون مستمع في الوركشوب ويشارك بأفكار أو أسئلة أو إضافات بكده. يعني لو اشترك أي أحد 8 ساعات المخطط لها من السبت إلى الأربعاء ويكون معانا نحن 5 اللي لدينا 50 سنة مجموع الخبرات. يعني لو قلنا لكل واحد 10 سنين في عشان نعطي هذه أو هذا الوركشوب. طبعا في مهندسين، 2 مهندسين وفي دكتور وفي خبير، رجل معنا طبعا خبير في الكونستراكشن أو في التعمير، وفي أيضا خبير في زراعة الحقل أو هو مالك للحقل. فهذه الخبرات طبعا معانا تتعرفوا عليهم موجودين وهم دائما حاضرين في الوركشوب. فالوركشوب كل سبت إلى الأربعاء هذه 8 ساعات. طبعا من يحب يكمل يعني ما يعاد، لأنه حنعرضه في اليوتيوب، فاللي بعده في حوار جديد. وحتى يعني ما نعرضه للحوار هو متجدد، مثلا في هذا الفيديو أو هذا الوركشوب اللي هو 55002 لهذا يعني سيبدأ إن شاء الله على اليوتيوب بعد السبت. طبعا يعني حلقة مسجلة، فالسبت إن شاء الله القادم سيبدأ أول أو نبدأ يعتبر الانطلاقة لهذا الوركشوب. هو متجدد
طبعا أمامنا جدول الآن أو ثلاثة صفحات متكررة، وعندنا تسجيلات سابقة للتيم ستكون يعني موجودة. خمسة طبعا في الواتساب بزنس في تواصل، فيصير نضيف كل الجدد. يعني ما لو دخل في الوركشوب الأسبوع القادم الذي يلي هذا الأسبوع، يعني عندنا هنا سبت بدأ في شهر 8، أول سبت في شهر 8 أغسطس، وبعد كده كل سبت 4 أيام، فهو مستمر. طبعا في هذا الوركشوب اللي هو 02 نطرح للحوار ما هو في الصفحة اللي ذات علاقة، الجدول موجود، وبدأنا نتكلم عن الجوب تايبس يعني في هذا أو أنواع العمل، لأنه occupations اللي هي worker أو work عمل job الأو، فهنا الجوب وسمينا job types construction، بمعنى لما نختار شيء تاني. يعني عندنا 4 أو 5 أصناف construction، وبعدين حندخل على يعني الأسبوع اللي بعده اللي هو 4 حيكون industrial مثلا أو agriculture، فعندنا construction industrial agriculture transportation and telecommunication 5. فطبعا من يحضر الخمسة يعتبر في جميع المجالات. يعني عنده 40 ساعة في $20 يعتبر $800 بس، يعتبر يعني أخذ خبرات كبيرة وشارك ويتأهل لدخول فريق عمل الوركشوب. يعني بعد ما ينتهي من الأربعة يستطيع يكون مع الفريق. طبعا أنا لا أستعجل، إحنا بنبني الفريق ليكون إدارة مستقلة، يعني يدخل تحتها جميع الأعمال وجميع الشركات. طبعا أديكم مثال بسيط جدا، لو كان الكونستراكشن مسجد يعني، ف الجوب تايبز هنا construction اللي هي بناء تعمير أو مدرسة، فهذه construction. لو كانت مزرعة فهي agriculture، لأنه اللي يعملوا فيها. طبعا اللي يعملوا في المسجد ما في، يعني مثلا ما في عمل، يعني الإمام الكذا الفراش هذا، فكل الناس ممكن يشاركوا في العمل، وكل الناس يهتموا بالسيفتي والهيلث جوا المسجد، سلامة. طبعا السيفتي يعني الله لا يقدر لو حصل أي حاجة طارئة حريقة أو شيء، كيف يقدروا يخرجوا من المسجد، أو العكس صار تدافع لدخول المسجد أو تدافع لخروج المسجد، خروج من المسجد، فهل هناك وسائل سيفتي
انقطعت الكهرباء صار حاجة اضطروا الناس يخرجوا المسجد أو يدخلوا المسجد. فالتدافع هذا كيف يكون عامل؟ طبعا المساجد معروفة يعني ممكن تكون عدد ضخم والباب صغير، أثناء الناس مشيهم في المسجد ممكن في شيء يعني كهرباء تصير التماس حاجة. فهذه هنا التفتيش لسلامة الناس اللي جوا المسجد. المسجد ممكن يتبع سوق سنتر أو كذا، يعني ممكن المسجد يكون داون تاون. ف يعني حالات المسجد والمدرسة كمان، المدرسة المصنع مثلا، عشان كده قلنا اندستري ما قلنا كونستراكشن للمصنع، يختلف. فالمدرسة والبيت وكل المباني حتى المكاتب تعتبر كونستراكشن. يعني مثلا شركة في موظفين في المصنع وفي موظفين في المكاتب، فيعتبروا جي تي سي المكان المكاتب. طبعا هنا الجدول هذا نتركه للنقاش، طبعا واضح رتبنا الرموز. الجي تي سي معروفة اللي هي تخص التعمير، فلو كان تخص الزراعة نحطها جي تي اي، الصناعة جي تي اي. فاحنا الآن في الجي تي سي في هذا الأسبوع، يعني سنقضي 8 ساعات. طبعا الترتيب واضح، يعني نبدأ بالماء، بعدين الهواء، بعدين زيرو، بعدين نوفل اللي هي زيرو الوضع الحالي ونوفل الوضع الجديد. ف يعني نخلي الوركشوب اليوم أول سبت في شهر 8، وانتم معانا حاضرين يمكن ما معاكم احد، يعني نجعله نبدأ بالووتر. طبعا الاسبوع القادم برضو نقدر نبدأ بالووتر او بالاير او كذا، حسب الان ما نحن يتم النقاش عليه والاتفاق عليه. ويعني كوني انا بادير الحوار هاخد آراءكم، وممكن في الأخير إذا حبيتوا يعني إن نبدأ مثلا بزيرو أو نبدأ بنوفل أو نبدأ نشوف. نحن أنا يعني تابع لكم، يعني في خلال هذا الأسبوع نشوف إيش الأفضل. فأترك المجال الآن لكل واحد يضيف ملاحظة أو كذا، أو يعطينا من خبراته. طبعا طبعا لا ننسى أنتم صحيح عندكم خبرات، وحتى في يعني أنتم الأدمن، أنتم المؤسسين، لكن لكم الحق أنكم تدلوا بجميع ملاحظاتكم وأفكاركم ليستفيد الجميع. طبعا من يحضر معكم ممكن ترتبوا معهم، يعني أحد من طرفك جو اثنين وكذا، ترتب معاه أنه يصير في إثراء للوركشوب تختاروا. بس طبعا لازم من المشاركة بالمبلغ حتى يستمر العمل، عمل الوركشوب، لأنه في وقت مقتطع منكم جميعا. يعني أنتوا كل وركشوب بتحضروا، فيجب أنه في ناس دماء جديدة، ويجب الدفع، يعني يكون اندفعت المبالغ حتى يستمر التمويل
ويكون في عائد بإذن الله عندما نحتاج ناس يثبتوا، أو حتى يعني في زيرو نوفل يعني عندنا أفكار، فممكن إنه إيش ندخل في عملية التطوير، وقد يكون التطوير مطلوب. يعني طبعا نحن عندنا مجالات نتصل بممولين وبكذا لحل المشكلة، مشكلة تلوث الماء والهواء من ناحية الصحة، من ناحية مشكلة السيفتي كمان. فالأربع مجالات قلنا أو الخمسة مجالات اللي هي ITC عندنا، وITA للأجريكلشر الزراعة، وITI للصناعة الاندستري، وITT للترانسبوتيشن. فالأربع مجالات قلنا أو الخمسة مجالات اللي هي ITC عندنا، وITA للأجريكلشر الزراعة، وITI للصناعة الاندستري، وITT للترانسبوتيشن، وبقي التليكوميونيكيشن أو نعتبرها IoT. يعني أنا أقترح أن تكون IoT اللي هي Internet of Things، لأنها هي في الكنترول، وهذا هذا كله يعني الاتصالات كلها ما فيها المباني. يعني الناس ممكن يشتغلوا من بيوتهم ما فيها inspection، يعني هي اللي هي فيها النوفل. يعني ممكن اللي يأخذ الخمسة أسابيع يدخل في هذه، يعني يدخل في عملية 0-1 أو النوفل، يعني يطلع بآب اللي هو فكرته تصير آب قابلة للتطبيق. وهذا طبعا هو الهدف من الوركشوب، نطلع بآب لحل المشكلة. أترك المجال لكم حتى بعدين نأخذ جميع الملاحظات ونعملها فيديو. ممكن الفيديو ما يعني نقطعه، لا يزيد